يا بني متى أقبلت لخدمة الرب فاعدد نفسك للتجربة. أقول لكل خادم في أي موقع، حتى الفراش حتى القرضني، شوف المسيح عمل إيه. إحنا مثلنا الأعلى وقدوتنا والمعلم الأول، معلم العالم كله هو المسيح. شوف المسيح كان آمن إزاي. إذا كنت شفت في أنا كأب كارد ولدت في زمني وفي وقتي، شوف اللي كنت بحب الكنيسة إزاي وبعمل فيها إيه. اللي شفته الحلو، أنا في حاجات وحشة كتير، لكن الحلو اللي شفته فيا تمثل بيه وتعلم بكده، تنمو الكنيسة وتنجح. ونقول له كده زي ما قال الكتاب: عملك يا رب في وسط السنين احييه.